نعم، السلام عليكم. اليوم بإذن الله ندير التصحيح ديال سلسلة تمارين التحليل الكهربائي أو التحولات القصرية. هذا الدرس كيهم تاني بكالوريا علوم رياضية وعلوم فيزيائية. دونك التمرين الأول، هنا ننجز التحليل الكهربائي للكلورور الصوديوم ام جي دو بليس تو سي ال موين درجة حرارة مرتفعة وسط تيار كهربائي شدته 6 أمبير خلال مدة زمنية 10 تسويق. أثناء هذا التحليل يتوضأ ضع فلز المغنيسيوم ويتصاعد غاز ثنائي الكلور. المزدوجتين المتدخلتين Mg دو بليس Mg Cl دو Cl موان ثابتة فارادي الحجم المولي الكتلة المولية. واضح؟ دونك أنا أعطي اسم الإلكترود أنود أو كاذ الذي يتوضع عنده المغنيسيوم. دونك كما كنعرفو حنايا، دونك التوضع يعني كطرا عملية اختزال. التمرين الأول، دونك يعني التوضع يعني أن ام جي دو بليس تحولات ليا الام جي، يعني طرات لها عملية اختزال، والاختزال كيكون بجوار الكاتود. دونك السؤال الثاني، اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل الكترود. دونك هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، دونك عندنا بجوار الكاثود هو ام جي، يعني ام جي دو بليس زائد دو زيلكترون عطينا ام جي. ضح بجوار الانود، يعني طلع عندي عملية اكسدة، يعني سي ال موان كتعطينا سي ال دو. دونك هنا نضربو بجوج و نزيدو دو زيلكترون. دونك بالنسبة للمعادلة الحصيلة، يعني ام جي دو بليس زائد دو سي ال موان كتعطينا ام جي زائد سي ال دو. دونك هادي المعادلة الحصيلة كنا نجيو بسهم واحد، حذاري ديرو سهمين. السؤال الثالث، حديد كتلة المغنيسيوم المتوضع يعني اللي توضعت. حنا من خي عندنا بعدا نعرفو شحال تبدل من الالكترون. ان الكترون ايكالا كيو على اف، دونك عندنا هي اي فوا دلتا تي على اف. هادي من جهة، من جهة اخرى في التحول تم تبادل الكترونين يعني ديز اكس. دونك حنا بغينا اكس كتساوي هي اي فوا دلتا تي على ديز اف. مزيان، هادي هي الاولى نجبدها حطها قدامي باش نخدم التمرين. دونك هذا هو كمية المادة ديال الالكترونات اللي تبادلو او التقدم. دابا من جبدنا التقدم ديال التحول، دونك عندي ان ان ديال ام جي من خلال جذور وصفي كتساوي اكس اللي هي اي فوا دلتا تي على دوز اف. وكمية المادة ديال شي حاجة صلبة يعني شي عنصر هي الكتلة المولية، الكتلة على الكتلة المولية كتساوي اف دلتا تي على دوز اف. اذا الكتلة تساوي اي فوا دلتا تي على دوز اف فوا ام كبيرة. نزول التطبيق، دونك اي عطاونا شدة التيار هي 6، المدة الزمنية 10 تسويع غنضربها في 3600، ام كبيرة ديال ام جي هي 24 على 2 96500. السؤال الرابع، حد احسب حجم غاز ثنائي الكلور المتكون في الظروف التجريبية خلال المدة. دونك كما كنعرفو حنا كمية المادة ثاني ديال سي ال دو هو الغاز كتساوي اكس، وهذه هي في ديال سي ال دو على في ام كتساوي اكس اللي هي اي في دلتا تي على دو زيف. دونك في ديال سي ال دو تساوي اي في دلتا تي على دو اف فوا في ديال في ام. نعوضو، عندنا شدة التيار هي 6 × 10 3600 على 2 96500 مضروبة في الحجم المولي اللي هو 68.8.